أهلا بكم. أعلن أمين غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني أن الجانب العراقي قدم مقترحا لتأسيس مصرف مشترك مع إيران. وأشار حسيني إلى أن علاقات بلاده التجارية والمالية في العراق تعززت خلال الفترة الأخيرة رغم العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران. وكشف حسيني عن استعداد العراق لتأسيس مصرف مشترك مع إيران، وأن الفكرة طرحت خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى بغداد، مشيرا إلى أن مصرف الرافدين أبدى استعداده لتأسيس فرع في إيران. حذر البنك المركزي العراقي المصارف وشركات التحويل المالي من ازدياد عمليات الابتزاز في الفترة الأخيرة. وأوضح البنك أنه تكرر في الفترة الأخيرة انتحال أشخاص صفة موظفين في وزارة الداخلية ويستحصلون على مبالغ مالية بحجة وجود مخالفات. وقال البنك إن وزارة الداخلية رصدت قيام بعض العناصر بالذهاب إلى شركات مالية عديدة ويدعون أنهم تابعون لها ويقومون بابتزاز أصحابها. أعلن مجلس محافظة البصرة عن خسارة المحافظة لوارداتها بسبب سوء الإدارة في المنافذ الحدودية. وقال رئيس المجلس صباح البزوني إن طريقة إدارة هيئة المنافذ الحدودية ستتسبب بخسارة البصرة لوارداتها والتي تعتمد عليها المحافظة بواقع 50% من واردات منافذها، مبينا أن المجلس سيدعو أبناء المحافظة للتظاهر احتجاجا على عدم توحيد التعرفة الجمركية والمطالبة باسترداد حقوقهم. وأضاف البزوني أن تطبيق منافذ البصرة للتعليمات الحكومية أثر على حركتها الاقتصادية، وبالتالي تقليل مدخولات منافذها وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، مشيرا إلى وجود محاباة لمنافذ كردستان العراق وطرابيل على عكس منافذ البصرة. قالت السلطات الجمركية في مركز زرباط الحدودي في محافظة واسط أنها ضبطت آلاف التصاريح الجمركية المزورة في المنفذ. وأضافت هيئة الجمارك أن التصاريح المزورة المضبوطة كانت قادمة من الجانب الإيراني. وأوضحت الهيئة أن هذه التصاريح كانت مخفية بكتب في شاحنة تحتوي مواد مختلفة في محاولة من السائق لإيهام موظفي الجمارك بغية تهريبها عبر المنفذ. طالبت لجنة الخدمات والاتصالات النيابية في العراق بمحاسبة شركة آسيا سيل للاتصالات في العراق، وارجعت اللجنة طلبها إلى سوء الخدمة التي تقدمها الشركة رغم ارتفاع أسعار الخدمات، بالإضافة إلى ارتكابها مخالفات وصفتها اللجنة بأنها جثيمة تمثلت في نصب أبراج بطريقة عشوائية تسبب أمراضا لدى المواطنين. قال رئيس هيئة النزاهة في العراق عز التوفيق إن سرقة ساعات الإنترنت تعد من الملفات المهمة والحيوية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة. وأفصح التوقيع عن ضبط هيئة ومنذ 2017 7 حالات تهريب تمت آخرها في محافظة كركوك. وتابع رئيس هيئة النزاهة أن عمليات السرقة تمت عن طريق شركات اتصال مع القطاع الخاص لأنها تدر أرباحا خيالية تصل إلى ملايين الدولارات يستفيد منها المتنفذون من السياسيين. إلى أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
إلى اللقاء.